مين ده اللي انتوا مش عايزينه يا نجم؟ يعني عشان امام جاب جون الماتش بتاع النهارده وجاب جونين الماتش اللي فات نرمي فرجاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا حضرتك من الناس اللي كنت منتظر انك تتفرج على جيم ممتع هجوميا ما بين الزمالك والمصري، فهارد لك على 90 دقيقه اللي اتفرجت عليها. اما لو انت شخص زملكاوي وكان اهم حاجه بالنسبه لك المكسب تحت اي اداء وتحت اي مستوى بيقدمه لعيبه نادي الزمالك ولعيبه نادي المصري، ف اهلا وسهلا بحضرتك. مش تخسر حاجه لا عملت لايك او سبسكرايب، ايه الفرقه ربنا كرمها وطلعت بالتارجت بتاعك. اما لو انتم محبين عالم كره القدم اللي كنت بتستنى ماتش حلو، فهقول لك المباراه ليه النهارده ما كانتش حلوه. مدرب زي شيمو باتشيكو بيلعب ال 4-4-1 بيعتمد اكتر على ان هو لما يقطع الكره من الخصم اللي جوه الملعب بيلعبه هيعتمد فيه على ان في اطراف خطير سواء ناحيه الشمال او ناحيه اليمين. بس النهارده كان في مشكله ناحيه الشمال، كان في عبد الله جمعه اللي تقريبا نسى المركز بتاعه الاساسي وهو هاف وورا احمد فتوح، والاثنين نوعا ما النهارده ما كانوش جيدين قوي. والناحيه الثانيه احمد سيد زيزو وحمزه المسلوسي، وحمزه المسلوسي بيعيبوا شويه سن البطء، فهتلاقي ان انت طب ال 4 4 1 1 بتاعتي اللي انا كنت بعتمد فيها على الاطراف اكتر بكتير وعلى زياداتهم وعلى انطلاقاتهم النهارده كانت سيئه وما كانتش موجوده. ونص الملعب طبعا امام عاشور بيلعب في المكان اللي مش مكانه، مركز 8، والراجل على الاقل هو بيحاول يمتلك قدم قويه، بيحاول ان هو يكون خطط بيها وبيسدد بيها كتير على المرمى. تخيل بقى لما كابتن علي ماهر برضه يكون عامل حساب قدم امام عاشور وبيلعب بثلاثه ديفندرات في نص الملعب. مفترض ان هي كانت 4-2-3-1 بس هي جوه الملعب كانت اقرب الوقت موجوده 4-1-4-1 كانت بتتيح ان انت تهاجم من ناحيه الشمال باحمد رفعت وتهاجم من ناحيه اليمين بعمر كمان، وهيغطيهم سعيد وصنبوري وهيغطيهم هنا ايزي امكا وطبعا فريد شوقي راجل ديفندر صريح. وهو كان مفترض ان كزادي هيحاول ان هو يكون قناص، اي نص فرصه هيخلصها، وده اللي المصري كان بيلعب عليه النهارده. نص فرصه يستغلها عمر كمال او نص فرصه يستغلها احمد رفعت، والنص فرصه دي جت لكزادي الشوط الاول والراجل ما قدرش يستغلها، الراجل وداها السما خلاص. نص الفرصه كنا بندور عليها ادينا جت لنا وما عرفناش نستغلها. ده بالنسبه للنادي المصري هجوميا. اما بالنسبه للزمالك هجوميا، فالبطء اللي احنا اتكلمنا عليه في البدايه كان بيواجه فيه مشكله نادي الزمالك في التحضير. تخيل بقى لما انت بتلعب قدام فرقه 4-1-4-1 ودفاعيا الفرقه واقفه على رجليها كويس جدا، النادي المصري واقف على رجليه كويس جدا دفاعيا وبدنيا، فرقه واقفه جوه الملعب صح جدا وعندهم ديفندرات قويه سواء فريد شوقي او سعيد صنبوري اللي النهارده مفترض ان هو على الورق كان بيلعب صانع العاب بس النهارده كان ديفندر ثالث ومعاه ايزي جيميكا. تخيل نص الملعب ده كان عامل اداء ولا اروع، سكند بول دايما بتلاقي نزي امي كان بياخدها او سعيد صنبوري واحد فيهم كان بينزل ياخدها. انا بصراحه مش هشتغلك لان انا كنت بعرف افرق بين الاثنين. وكزادي كان بينتظر ان انا يا جماعه ازيد في العمق وان انا نستغل يا جماعه ان الزمالك طول ما احنا بنطول المباراه الزمالك هيحاول ان هو يفتح اكتر وهيهاجم اكتر، بس الزمالك مرهق بدنيا والحوار ان هو يفتح اكتر وهاجم اكتر دي ما كانتش في دماغ كابتن علي ماهر. والمشكله كلها عندنا في الكره المصريه، المدرب من دول يبقى جاي حاطط خطه اللعب قدام الاهلي والزمالك، اول ما يلبس الهدف الاول كل الشغل الحلو بتاعي ده زي الفل، بس لما اخذه رميته في عين الحمام. بعد الهدف الاول امام عاشور بيقدر ان هو يسوف فيه على مرمى احمد مسعود والزمالك بيفتتح النتيجه بالهدف الاول، بتلاقي ان شغل كابتن علي ماهر يلا يا جماعه نغير، يلا يا جماعه نبص على عندنا على الدكه. طب كنت كابتن علي انت كنت عايز تاخد الماتش لتطويله، طب عندك مين على الدكه غير اوستن اموتو؟ ما عندكش، كلهم شويه لعيبه شباب. فانا مؤاخذه كنت بتلعب مباراه زي دي ليه على نادي الزمالك؟ اما بالنسبه للناس اللي عايزه تبرر لباتشينكو، لو انت زعلان من بدايه عبد الله جمعه ناحيه الشمال كهاف، ممكن اقول لك ان انت ممكن تبرر تكتيكيا لجيمي باتشيكو ان الراجل خايف من تقدمات كريم العراقي وقدام عمر كمال عبد الواحد. لو انت برضو عايز تبرر حته ان انت يا جماعه غيرت مركز زيزو وحطيته الناحيه الثانيه قدام حمزه المسلوس، اقول لك عادي اعتبرها راجل ان الراجل خايف من احمد شديد قناوي وخايف كمان من احمد رفعت، وبيعتبر ان احمد سيد زيزو في الحالات الدفاعيه هيرجع يعمل دور دفاعي. هتلاقي ان هي عدت كده ببساطه. طب لو قلت لي ان الكلام ده مش شغل مدرب دفاعي اقول لك ما انت عارف ان جيمي باتشيكو مدرب دفاعي، انت منتظر ان جيمي باتشيكو يديك كره هجوميه حلوه؟ معلش هو الراجل منتظر ابداع مهاري من لعيبه جوه الملعب فرديات يا حبيبي. شفت اسلوبك امام عاشور دي؟ لو قلت لي ان هي شغل تكتيكي من باتشيكو اقول لك لا، لو قلت لي ان كابتن علي ماهر كان خايف منها اقول لك طبعا كابتن علي ماهر كان خايف من تصوبه امام عاشور. يا ماتشات المصري والزمالك كده بتخلص، يا كور عرضيه بيقدر محمود علي يجيبها في المرمى، يا كور بيقدر امام عاشور يجيبها في المرمى برده، وبتلاقي ان انت اتفرجت على 90 دقيقه رخمه جدا وممله جدا. بس هنعمل ايه يا صديقي؟ اتحملت 90 دقيقه ممله، ما جاتش على الخمس دقايق بتاع اخوك اللي فيهم ملل، يعني يوم ملل بملل. اما لو انت بتدور على الملخص والاعداد بقى فالله يكون في عونك، انت مشوارك طويل. اما لو بتتكلم على التحكيم وان الكوره اللي جت على محمد عبد الغني ممكن تحسب ضربه جزاء، اقول لك هي ممكن بصراحه لو جت الناحيه الثانيه للمصري كانت هيحسب على المصري. التحكيم مش هيتغير لو فار ولا مش فار، التحكيم المصري طول عمره معروف.
لبست ابيض هيخاف منك، لبست احمر هيخاف منك، هو ده التحكيم المصري عندنا. اما لو انت من الناس اللي بتقول كابتن علي مهاري مدرب ممتاز جدا والراجل بيحاول ان هو يبدا من تحت من الاثنين مساكين واحمد مسعود وبيحاول ان هو ما يطفش، فكابتن علي مهاري مدرب ممتاز من اول تجربه ليه كانت مع الاسيوطي، مش جاي انت تعرفه من النهارده.